اغتيال القيادي الأعلى في الحزب طالب عبد الله الملقب بأبو طالب والبالغ من العمر 55 عاما يوصف بأنه أقصى اغتيال في صفوف حزب الله منذ أكتوبر الماضي. فالقيادي أبو طالب لقي مصرعه في غارة إسرائيلية في بلدة جوية جنوبي لبنان. الغارة تمت بواسطة طائرة مسيرة استهدفت خلية مكونة من 4 أعضاء خلال اجتماع عقد داخل منزل في البلدة اللبنانية. القيادي الأبرز أبو طالب يتحدر من قرية عتشي إحدى قرى قضاء مرج عيون في محافظة النبطية، ويعد قائد وحدة النصر على الجبهة الجنوبية المسؤولة عن نشاط حزب الله في القطاع الشرقي من بنت جبيل حتى مزارع شبعة. العملية تعد أقوى ضربة للحزب، حيث قتل مع القيادي أبو طالب عدد من أرفع قادة حزب الله من بينهم علي صوفان، محمد صبرة وحسين حميد، ومقتل إذن هذا القيادي الأعلى في حزب الله.